عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين. مشاهدينا متابعي الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم من هنا من ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يسير أول أشواطنا من هذا الصندوق، صندوق السمحة لسن الفطامين. شوطنا يسير يحمل عنوان فيت الأبكار. نتعرف دائما عبر هذه الأثارة، ونذكر من هذا اليوم يوم الأحد من تاريخ 29/5 لعام 2022 نتابع الصدارة. ناخذ بداية الشوط هملولة، هي المصر الأقرب سالم بن سعيد أبو لاحج الذي يتولى مسار الشوط. تاتينا على المستوى الثاني من حاف الذي قادم بكل قوه، يتقدم سيبر محمد بن مطر الرميثي. والمركز الثالث عوده جميله بالمتابعه عندك يا المنصوري عبر هذه الاسماء لاتها، ولكن لم تحضرنا بكشف البيان. اذا الملكيه تعود لخادم بن عيسى المنصوري من خلال المتابعه. خلنا بنعود الى ركب البدايه، عوده حميده الى صداره الشوط. راغب لي هملولة، راغب لي هناك شاعرنا المتميز دائما يقدم إبداعه الكبير سالم بن سعيد أبو لاحج الرميذي أحد شباب المتابعة. ولكن دير بالك وصل أبو سيف أو هناك أبو محمد قادم بقوة. شوف هناك من حاف واصل بكل قوة. أول معترك أشواطنا، أول معترك أشواطنا. المسيرة تسير، الكل يأتي على الصدارة. أروح سيف بن محمد بن مطر الرميذي بدأ يسلم على أهل السمحة، عودهم دائما وأبدا. يأتي بقوة، يأتي بالانتصارات الآتية. لحظات المرور من حاب من حاب من حاب، الأقرب لسكان البداية. إذا سيب بن محمد بن مطر الرميذي، صباح الخير يا أبو محمد، صباح الخير بهذا الإبداع الآتي. لحظات الاقتراب، سلام لأهل السمحة، سلام. تهانينا لمحمد لسيب بن محمد بن مطر الرميذي. لحظات وصول من حافل خط النهاية. أما المركز الثاني يحاول الكريم، وصلت هملولة لسالم بن سعيد أبو لاحج الرميذي. شكرا أبو سعيد. المركز الثالث من تحمل الرقم 13 عندك يا خادم العيسى المنصوري، ولك عليك التوجه لي هناك كشف التسجيل. نتمنى التوفيق للجميع. باخذ التوقيت الزمني دقيقتين 15 ثانية. تهانينا وناموس للجميع.